أهلا بك معنا عبر شاشة الغد سيد عز الدين، الهدنة الجديدة لخمسة أيام، هل نتفائل بالإعلان عنها أم أن الخروقات ستكون العنوان الأبرز لها كسابقاتها باعتقادك؟ بكل تأكيد سوف تتواصل الخروقات من هذا الطرف أو من ذاك، وخصوصا من الميليشيات المتمردة، لأنها تريد أن تستعيد بعض مواقعها على الأرض. وبكل أسف الهدنة السابقة كانت الميليشيات مسيطرة على المستشفيات التي قامت باحتلالها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، وهنالك خطورة الآن في أمر يعني في أمر هذه الهدنات، أن هنالك من قاموا بارتكاب جرائم حرب الآن. فكل ما تعلن عن هدنة أنت تعطيهم الفرصة للهرب وللخروج من المواقع التي من الذي ارتكب جرائم الحرب سيد عز الدين التي تذكر؟ بكل تأكيد ميليشيات الدعم السريع يعني المتمردة، بكل تأكيد ليس الجيش، وبشهادة المواطنين وبعض يعني عن غير وعي منهم، يعني بعض من قاموا باحتلال المنازل أو بالقيام ببعض الممارسات على الأرض قاموا برفع هذه الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي من الجنود المتمردين، وكانت دليل إدانة عليهم. يعني هذا أبسط شيء. هنالك كثير من الرموز المعروفة التي قامت بتوضيح أن منازلهم تم احتلالها من طرف هذه الميليشيات، وتم توثيق بعض حالات الاغتصاب وغيرها من التي لم تقم ما تسمى بلجنة الأطباء المركزية بالإعلان عنها، يعني لارتباطاتها السياسية المعلومة بهذه الميليشيات.